السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشرح التصميم اللي موجود قدامنا على الشاشة ده، ازاي قدرت ان انا ادمج الصورة كلها فتبان كأنها مشهد واحد متصور، وازاي ان انا قدرت اظبط او اعمل ماتشنج للالوان مع بعضها واظبط الاضاءات والشادو بحيث يبانوا في الاخر في النهاية كأنها صورة واحدة متصورة، مش انها معمول لها دمج او انها صورة فيك. فيلا بينا على طول نخش في الموضوع. دي عندي الستوك ايمجز اللي انا استخدمتها، عندي صورة الموديل اللي هي العنصر الاساسي عندي، وعندي صورة الاي تي ام، وعندي الكونتينر، وعندي ده موك اب لعلم، وعندي صورة الهوك او اللي هو الجزء اللي بيبقى موجود في الونش اللي هو في الاخر ده، وعندي اللوجو، وعندي صورة الشوب، وعندي صورة الاستاد. ده مقاس التصميم اللي انا هشتغل عليه. هاخد اول حاجه صوره الاستاد احطها، ابدا ان انا اظبط الابعاد بتاعتها، ازود العرض كده وارفع الارتفاع شويه عشان الصوره ما تبانش ان هي معمول لها ستريتش. بعد كده هاخد الجزء بتاع الشوب ده، افتح الصوره بتاع الشوب. انا محتاج الجزء اللي هو المستطيل ده، بس محتاج اللي هو الجزء المستطيل ده، محتاج الجزء ده من الصورة، فهعمل له شيب وهعمل كنترول وكليك شمال على الماوس فيعمل لي سيليكشن، هاخده من هنا كنترول سي كوبي وهحطه عندي هنا على الأرضية كنترول في أو بيست بالشكل ده. تمام، عندي بعد كده صورة الموديل محطوطة قدامي هنا وليكن كده. هعمل لها روتيت، هلا تبص للناحية التانية كده، هقفل دي وهقفل صورة الشوب دي. عندي بعد كده الجزء بتاع الكونتينر ده، انا محتاج اعمل الجزء الشوب ده يبان اكنه 3D او حاوية، فمحتاج ان انا هاخد الجزء بتاع الشوب ده اركبه جوه بدل المستطيل ده. فانا هاخد الجزء بتاع الباب هعمل له سيليكشن، بالشكل ده كده. وهاخده كوبي وهحطه هنا بيست عند باب الحاوي، ابدا ان انا اظبط الارتفاع بتاعه على اساس الحاوية بالظبط. محتاج ان هو يصغر من فوق. تمام، طيب انا محتاج اخلي الباب ده وكأنه مفتوح، فهقف على اي حد جنب من الجوانب دي وهعمل كليك يمين وهختارها برسبكتيف، ابدأ ان انا اغير في المنظور بتاع الباب فيبان اكنه مفتوح بالشكل ده. عندي الجزء اللي تحت ده جه مع السيليكشن فهمسحه بالشكل ده، وهبدا ان انا اعمل له دوبليكيت لير او اكرره او كوبي او بيست او اي حاجه واحطه الجنب التاني بالشكل ده. وهعمل له دوبليكيت وهبدأ ان انا اخده اكرره احطه في الجنب الشمال برضو بالشكل ده. هلاقي فينا خط ابيض من السيليكشن، هبدأ ان انا اشيله بعد السيليكشن كده وادخل الباب بحيث يبقى لازق في الحاوية.
بعد كده هاخد الجزء اللي هو فوق من الحاوية ده، هعمل له برضو سيليكشن. بالشكل ده وهاخده كوبي واحط هنا بيست، اخده احطه على طرف الحاوية كده، الاقي برضو في خط من السيليكشن اللي هو ده هشيله. احط الجزء بتاع الكونتينر ده، وهاخد اخر جزء ده هعمل له احطه فلير لوحده هنا، واعمل دوبليكيت. او ان انا شايف ان دي كبيرة شوية فهصغرها الى حد ما. هاخد الجزء الشمال بتاع الجزء ده هعمل له فلير لوحده هنا، واخد الجزء ده اعمل له كوبي بحيث ان انا املأ المساحة الباقية دي كده بالشكل ده، وهعمل دمج لليارات دي كلها اللي انا عملتها من الجزء ده. بعد كده هبدأ ان انا اخد الجزء اللي تحت عندي ده عشان ابدأ برضو ان انا احطه، فهعمل له سيليكشن برضو بالبين تول عادي جدا بالشكل ده. وكنترول انتر عشان اخليه سيليكشن، وهاخده كوبي احطه برضو هنا بيست. اخد الجزء اللي على الشمال ده برضو احطه في اخر الحاوية فلير لوحده، وابدأ ان انا اكرر الجزء ده. وهعمل ميرج لير، اعمل دمج لليارات دي كلها. كده انا خلصت الجزء اللي انا محتاجه من الكونتينر، هقفل الصورة دي. بعد كده هاخد الجزء بتاع الـ ATM ده، هعمل له برضو سيليكشن من الراوند ريكتانجلر، وهخلي بدل الشيب دي تبقى باث، وهعمل له سيليكشن بالشكل ده، وهقلل الراديوس بتاعه اخليه مثلا 100، اعمل فري ترانسفورم بس، وابدا اظبط الشكل بتاعي بالظبط، واعمل كنترول انتر عشان يبقى سيليكشن، وهاخده كوبي واحطه هنا بيست على الجزء عندي بتاع الازاز ده، وهعمله هارد لايت فيبان ان هو موجود جوه، ياخد الانعكاسات اللي موجوده على الازاز نفسه فيبان اكنه موجود داخل الازاز او موجود من جوه.
تمام، هقفل الصورة دي. لسه عندي الجزء بتاع الهوك ده، هعمل له امسح الابيض ده بالماجيك اريزر تول عادي. بعد كده هاخده هنا، مش محتاج انا الجزء اللي هو تحت ده، فهمسحه. وهكبره شوية، انزله تحت اللير بتاعت الحاوية، ممكن اصغره حاجة بسيطة واحطه هنا. وهاخد الحبال دي عندي في لير جديدة كوبي، وهزودها كده. بعد كده هعمل ميرج لير للجزء ده، وهاخدها دبليكيت في الجنب الشمال برضه. اكون حريص مثلا ان المسافة اللي هنا دي تبقى قد المسافة اللي هنا دي بالشكل ده. عند صورة الموديل عندي برضو اللوجو، هاخده عشان ابقى عارف العناصر بتاعتي كلها بالشكل ده. باقي اخر حاجة اللي هو الجزء بتاع العالم اللي عندي ده. انا اخترت العالم اللي هو اللي موجود عندي على اليمين ده، اللي هو رقم 4. وخليني اعمله مثلا باللون الاورنج، وهكتب عندي مثلا سلوجان شيب، اعمله كابيتال، وهختار فونت بالشكل ده شيب اور شيب اور شوب كده مثلا بالشكل ده. وهاخد العالم ده احطه عندي هنا، بالشكل ده. ممكن اخليه تحت اللير بتاع البنك كده. او خليني اخليه بالشكل. طيب الجزء بتاع العالم ده انا حاسه القعدة بتاعته مايلة شوية، فهظبطها مثلا كده. طب القعدة ظبطت، بس حسيت ان العالم من فوق من مايل، فهبدأ ان انا افصل الجزء بتاع العالم من نفسه عن القعدة، واعمله فلير لوحده، وابدأ ان انا اغير في الزاوية بتاعتها. وليكن كده، فبدأ ان هي تظبط، لان الخط بتاع العلم بقى ماشي مع الخط بتاع الحول. واخده برضه قراره واحطه في الجزء التاني عندي هنا كده. تمام، انا كده وزعت العناصر عندي كلها. باقي ان انا ابدا اظبط ماتشنج الالوان مع بعض، اظبط الاضاءه الظل والنور بتاع كل عنصر. طيب انا هاجي اول حاجه
هعمل color lookup وهختار حاجة من دول. هختار مثلا ده، وهبدأ ان انا اعمل الجريدينت ماب اللي انا بعملها في كل التصميمات بتاعتي. هعمل دي وهخليها لومينيسيتي وهقلل الاوباسيتي بتاعها شوية، هنحس انها علت الكواليتي جدا او عملت كونتراست او زودت الاماكن بتاع الدوج والبيرن عندي بالشكل ده. بالنسبة للناس اللي بتسأل هو أنا إزاي بتعمل أو إزاي بتقدر تطلع التصميمات بالكواليتي ده، أنا بستخدم كل الاستوكات اللي عندي كلها هاي كواليتي. يعني لو فتحت لكم ده، لو شفنا صورة زي دي هتلاقي أصلا مساحة الصورة 23 ميجا، لو جينا نشوف البيكسلات بتاعتها هنلاقيها 6000 بيكسل في 5000 بيكسل، والصورة دي كذلك لو جينا نشوف البيكسلات بتاعتها هنلاقيها 2000 في 3000، والصورة دي لو جينا نشوف البيكسلات بتاعتها هنلاقيها 3000 في 2000. فأنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أستخدم استوكات عالية جدا في البيكسلات بتاعتها أو في الكواليتي بتاعها، وبالتالي لما أجي أرفع التصميم هيظهر عندي بالكواليتي اللي أنتوا بتشوفوه ده. طيب هعمل جريديانت ماب كمان اللي هي دي، لا مش دي معلش، وهخليها سوفت لايت وليكن مثلا هخلي الاوباسيتي بتاعها 60، وهعمل جريدينت ماب تانية دي مثلا واخليها برضو سوفت، لا مش حلو، ممكن مثلا دي واخليها سوفت لايت، طيب خلينا اقفل اللوجو ده دلوقتي. عندي الجزء بتاع الحاوية ده اللي هو البني ده هعمل له سيليكشن وهديله اللون اللي هو الأزرق الغامق الغامق أوي ده، أو الأسود ده، لأن أو خلينا نشيل الإفكتات دي عشان أعرف أجيب الدرجة بتاعتها بالظبط كده. أعمل لهم ميرج لير. عندي كمان الجزء الباب اليمين برضو كذلك هعمل له color overlay باللون الغامق ده واعمل له اوكي وهدمجهم كده. طيب خليني اظهر الافكتات اللي انا حطيتها واعملهم في جروب. ملاحظين الفرق؟ العالم ده ممكن مثلا اغيره من الهيود اخليه اللي هو الاصفر شوية بحيث ان هو يبقى واخد مع الاصفر اللي هنا ده والاصفر ده. بس انا يعني حسيت ان الصورة واخدة ازرق كتير اوي، فانا ممكن اظبط ده من السيليكتيف كولر. انا شايف ان هو كده احسن. الصورة بتاع الموديل دي
خليني مثلا، يعني انا شخصيا ما بحبش اللي هو يبقى فيه الوان كتير اوي في التصميم. يعني انا لعبت هنا في التصميم على لونين بينهم كونتراست جامد جدا اللي هو الازرق والاصفر، فانا يعني شخصيا ما بحبش ان انا الاقي الوان كتير، فانا هغير لون الشنطة دي ولون الشنطة دي ولون الايد دي هخليها لون اصفر اللي هو نفس درجة العلم ونفس الدرجة اللي موجودة في الونش والحاوية دي، ونشوف الفرق هيبقى عامل ازاي. فهعمل للشنطة دي سيليكشن سريع كده بالبين تول، والجزء بتاع الايد ده الايد بتاع العجلة اللي هي ماسكاها. والشنطة الأخيرة دي برضو وهعمل كنترول انتر عشان اخليهم سيليكشن واخليها لير بكوبي، وهعمل كنترول يو فاغير من اليوج بتاعها بالشكل ده. لو جينا نشيل ده زي ما انتم شايفين الفرق، حسينا ان الدنيا بقت سيمبل اكتر. بعد كده هعمل لده ميرج لير، هعمل كلر بالانس الجزء بتاع الصورة ده لأن حاسس إن هو واخد أزرق كتير أو واخد أصفر كتير قصدي، فهعمل له ماسك وأحاول أديله أزرق بالشكل ده. ممكن نجيب الشادو برضو ممكن ازود البرايتنس بتاعها شوية، الاستاد برضو عندي ممكن اظبط الكالر بالانس بتاعه. ممكن اختار الكاميرا رو للصورة بتاعت الاستاد دي، اظبط الجزء بتاع النجيلة ده، بالشكل ده خليته برضو درجة من درجات الاورنج عندي بحيث ان يبقى الالوان كلها ماتشنج مع بعض. الجزء برضو بتاع الكعب ده المفروض ما يبقاش واخد اللون الازرق ده لانه هو ناتج عن انعكاسات الاضاءة اللي جاية، المفروض برضو يبقى واخد درجة اورنج. فخليني اعمل له سيليكشن، تعالى نلغي المواصفات دي دلوقتي.
موجود برضه عندي الجزء اللي هو اللي قدام ده، لأن أنا أدلته لأنه برضه واخد، وأعمل دول لير وهرجع المسقط بتاعتي تاني بالشكل ده. طب باقي لي خطوة واحدة إن أنا أعمل الشادو، فأنا هعمل لير فوق الاستديوم ده وهغمق الأرضية شوية. الشكل ده وهعمل لها لوك عشان ما عادش تتحرك معايا. هاجي الجزء اللي هو تحت الباب ده اعمل له رسترايز واعمل له جيسيان بلور، بعد كده اعمل له موشن بلور، اقلل الاوبست بتاعه شوية على اساس ان ده الشادو بتاع الباب. هعمل له دوبليكيت برضو الناحية التانية، اقلل الاوبست بتاعه. عندي الجزء بتاع الحاوية المفروض يبقى فيه ظل عندي باين من الفراغ ده، فهعمل له ريسترايز واعمل ريسترايز بتاعه واعمل له موشن بلور واعمل له جي سي ام بلور. وياخد برضو دوبليكيت لير للجزء التاني بالشكل ده. ممكن برضو اعمل جريدينت فوق شادو فوق خفيف كده قوي، اغمق بس السما دي حاجة بسيطة. ممكن بقى اظهر اللوجو واعمله ابيض بالشكل ده. هاجي عند الجزء بتاع الباب ده، هعمل شيب عندي بالشكل ده وهعمل له موشن بلور على نفس الزاوية دي اللي هي زاوية 11، وهعمل له جيسين بلور اقلل الاوبست بتاعه خالص على اساس ان ده الشادو بتاع ضلفة الباب نفسها المفتوحة دي. واعمل لها دوبليكيت لير برضو في الجزء الثاني اعمل بقى إليبس صغيرة تحت الحديدة دي والحديدة الثانية. اعمل لها موشن بلور خفيف كده اثبته تحت الحاجة دي، واخده كوبي
ممكن اصغره واخدهم دبليكيت لير للباب التاني. بالشكل بقى عندي الشادو بتاع الناس دي، فانا هغمق المنطقة اللي هي تحتهم دي شوية. وهعمل إليبس للي موجود عندي ده. هعمل لها دوبليكيت للعجلة التانية دي وللعجلة اللي هي فوق دي وللعجلة اللي على الشمال. وهعمل لها دوبليكيت للجزء اللي هو بتاع الكعب ده. طب انا العجل ده واخد اصفر برضو من انعكاس الضوء في الباك جراوند بتاع الصوره الاصليه نفسها، فانا هفتح فلتر كاميرا رو، هختار اللي هي الادجاستمنت براش اللي هي الفرشه، واظبط لها الاعدادات بتاعتها انا براحتي. هزوم مع الجزء ده، هقلل الساتوريشن بتاعي خالص عشان يشيل لي الالوان من الجزء ده. بقى عندي الشادو اللي هو بتاع العلم، بس انا شايف ان ده كبير او غامق، فابدا اقلله. ممكن اقلل الاوبست بتاعه 78.
هاخد انا الجزء بتاع العالم ده هغمقه شوية من الكيرفس وهعمل له ماسك اسود برضو اغمقه من الجلوب من تحت. هاجي اعمل شيب واعمل له موشن بلور على نفس الزاوية الميل بتاع الشيب نفسه. بعد كده هعمل لها جيسين بلور امسح اللي هو الجزء اللي ورا ده. بالشكل ده بعد كده هاخدهم دبل كيت للعلم. التاني هغمق برضو العلم التاني شوية من الكيرفس. وهعمل له ماسك بالبرش بالشكل ده. في برضو تأثير ممكن أعمله هيدي تاتش خفيف شوية، إن أنا لو جيت على الجزء اللي هو اللايت اللي ورا ده ممكن مثلا أخلي الإضاءة دي مش بيضة كده، أخليها برضو صفرة شوية. فهعمل نيو لير وهختار البراش تول وهختار اللون الأورنج اللي أنا محتاجه وهمشي بالفرشة كده، بس اخليها سكرين، اختار ان هي تبقى عندي سكرين بالشكل ده. وهبدأ ارمي اضاءة على الحواف. ممكن اقلل بقى الاوباستي بتاعها شوية وبرضو دي كذلك بالشكل ده. أرى لو جيت أشوف لقيتها برضو ادت تاتش معين. ممكن ازود بقى البرايتنس بتاع التصميم ككل، ممكن ازود السيان وقت مثلا سلوجان تحت شوب انكارج او ابيض اعمله بالفونت.
بتاع الفوتوشوب اللي هو على دي خالص و ريجولار، واحطه في النص بالظبط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان تشوف كل دروسنا، ولو استفدت من الفيديو اعمله شير وشيره مع حد تاني يستفيد، واشوفكوا في دروس جاية ان شاء الله. مع السلامة.